إثار ليلو تشم ممرد كن يابل ماسك الدم. الحمد لله، الحمد لله الذي يتفضل على عباده بمواسم الخيرات، ويفتح عليهم أبواب الرحمات، وينشر عليهم نسائم البركات. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وما في الخاطر جرى. خلق آدم بيديه فجعله أبا موقرا، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله جرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه، فاعتبروا بما جرى. وكلم موسى وآتاه آيات ناسعات لذي البصيرة بوضوح يرى، وأيد عيسى بمعجزات ظاهرة والآيات الباهرة، وفضل محمدا على جميع الرسل والأنبياء بلا مرى. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما كثيرا. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، فصلاة ربي والسلام معطرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، نحن اليوم على مشارف قدوم شهر كريم وموسم عظيم، واستقبال ضيف عزيز على النفوس، شهر الخيرات والبركات والهدايا والهبات، شهر يفتح فيه نسائم الرحمات، شهر القيام والصيام، شهر الإنفاق والإحسان، شهر اختصه الله بنزول كلامه الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أهلا ومرحبا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطائك الجسام. معاشر المسلمين، ومعلوم أن الصوم من أزكى العبادات، وطاعة من أعظم الطاعات، بل هو ركن من أركان الإسلام، ومبنى من مبانيه العظام، اختصه الله سبحانه وتعالى بنزول كلامه العزيز، وفرضه على المؤمنين في كتابه التنزيل، وشرحه رسوله في هديه الجميل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح عند النسائي كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان قائلا: أتاكم رمضان، شهر مبارك فرضه الله جل وعلا عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها المسلمون، هبوا وقوموا وشمروا واستغلوا وتعرضوا لنفحات الرحمن. أيا خادم الجسم كم تشكى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟
أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. قفوا إلى نفحات الرحمن واستغلوا هذا الشهر الكريم لتنالوا بركاته ونسماته. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ود مؤمنان كفت لفتاتشن اجك تلك انقدا يمتان يفترة علمو تلك كستت شهر رمضان كفت لفتاتشن تسيمو قباو متاو يالن زتن ياسر كاناتو شكرتو تال مؤمن يهني تكبرك أن بتلك كبر بتلك زججتي كبلو رمضان يانا نار زي بياتشنن ملو لملو مي كيرنو ينكل في ساعتاتشن كيرال عما قاقباتشن كيرال أواوالاتشن كيرال عداراتشن كيرال هيوتن كيراتا نرواتشنن اندار دي سيكل سوار مي كيرو قن نرواتشن بچادلن فترة عالمو ملي قزوف كستاتو جي كستالو. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نسا إلي بتزقبو حديث فيه تفتح أبواب السماء رمضان سيقبا يسمعي برو تكفتالو سمعي قزوف ألم ياندو سمعي وفرت عمس متوامت ياسدال يهي بري كفتال بلي لازقبات شولي فيه تفتح أبواب الجنان يجنة برو تكفتالو سباتون سمعي ألفه متاقينيو قزوف ألم جنة بالال النزاب بروج اللي كفته يدرجال يا جهنم بروج اللي زقا يدرجال لب بلو مدر لي بتشار اللم كستاتو يا سماي سمايات لي تأمر يجمرال ما كستاتو يا جنة بروج اللي زقا يدرجال الله سبحانه وتعالى ملائكة جنة اللي أصوات تزازي ستال وبوا جنة وبتي تجمر اللاتال من على باتكو باروتشي የዱንያን ስንክሳር አልፈው ወደ አንቺ በዚህ ረመዳን ሊመጡ ይችላልና አሱባት ይባላል። ረመዳን ላይ የኛ አመጋገብ ስርዓት ብቻ አይደለም ይቀየር፣ ፍጥረት ዓለሙ ነው እንደ አዲስ የሚቀየር። ሰማይ ይከፋፈታል፣ የጀነት በሮች ይከፈታሉ፣ የጀሃነም በር ይዘጋል፣ መላእካን ከሰማይ ወደ መሬት ይረግፋሉ። ተነዘሉ ለመላእከቱ والروح فيها او መላእካን جبريلن عجبواتشو ودم درمي زنببت مشتن يعزوروست لنقباس عمن تكرتونا القرآن وقلال استلكنا تنزلوا على لب يوردالو مالتن تنزلوا مالت قطرو ما يتاوك يرقفالو مالت يملاعكان عجبا مكبو مشت يعزو رمضان فتلا فتاتش اللي تسييموال لزانو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان رمضان من تعلات شهلا للصحابوك شهر مبارك الله يبارك أور يتبارك أور يا الله هزنت من لك كبت رديئتو مكفة بت ورل النقنائن كناتو شكرتون مؤمن كهون يسنك زججت يا رقال بتوبة يجمروال بيك ارتاعت أبوال حق أدرسال سلكي دولال زججت يا رقال درجاو تلك نو ما يدرس بدك نو وسنو من لك دلم رمضان وسنو اللش سقا الله سبحانه وتعالى إهين صوم إن يعقان ددنققو هلو بهلوم كفل زمنات دنققو تالفوال يا أيها الذين آمنوا نانت عمنات شوه منان كتب عليكم الصيام صومكو بنانت لأي فوريضا قديتا تدرقباتشو تاريا بنبي أمت بتشانو اندانل كما كتب على الذين من قبلكم كنانت بفيت بنبروز بوشري لك اندى توسنو على ما من دنو لعلكم تتقون تقوات عداب روزن دي كجلالنا قرآن قات أرتووك للتارقو صلاة للتلامدو صوم للتلامدو يبلت اللهم فريل توني كجلالنا إلى الله سبحانه وتعالى هلوم تولد لي صوم تدنققو على إنيا قاند تدنققو بايهون اندن سوينيه تبك عدل بنبي صلى الله عليه وسلم ملاك
በአላህ ረህመት ወደኛ ውስጥ መላክ ገራገር አላህ አድርጎታል። ቀደምቶቹ ሲጾሙ ለሊት ባለቤቶቻቸው ጋር መገናኘት አይችሉም ነበር። ቀደምቶቹ ሲጾሙ መናገር ያስፈጥር ነበር። ለዛ ነው መርየም አለይሃ ሰላም ቁርአን ላይ فلن اكلم اليوم انسيا ያለችው። ዛሬ እኔ ሰው አላናግርም ጾመኛ ነኝ በይ። ልጇን ይዛ መጣች በመልክት ቋንቋ ነገረቻቸው። አንቺ አትናገሪም እንዴ ልጅሽን እንዴት የታዘለ ንጻና እናግራለን? كيف نكلم من كان في المهد صبيا አንቺ አውሪንጅ ሱማ እንዴት ይናገራል? ጨቀጨቋት ጾሟ እንደ ይፈርሳፋን ዘጋች። ቀደምቶቹ ሲጾሙ ማውራት ክልክል ነው። ለሌሊት ባለቤቶቻቸው ጋር መተኛት ክልክል ነው። ሲቶብቱ ራሳቸውን ሁሉ እንዲገድሉ የተደረጉ ህዝቦች አሉ። فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم يتبالى تولد الفوا النبي الله موسى تولدوت بطاوت ملك ويفنن سرتو تغزو الله ليبراچو قال جبا جن راساچو انغدلو تبال كونجل ميصدوت بمموتم نبر 70 شي سو عند ميداليا يالق ارسبرس تغادلو انيا غا جن راس انغلم ينفس ابات ما اسفلغ الله قاعد بتشان مساطر علم برزقتن. وقفت ببابك يا ذا الملك وقفت ببابك والملك لك ما خاب يا ربي من املك صوم كلهم تولد لا يتدنققوال انيام غا اند تدنققوا ينياو غن غراغر نو الله نبيون ازنت ارغو لكواچوالنا ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الى الله نبيوكو كنسو لي የተጫነባቸውን የግዴታ ቀንበር ሊያነሳኔ ላክነዋል። ዲናቸው ገር ነው። እኒ ቡዒስቱ ቢሐነፊየት ሰምሃ ገርብ ሆኖ መንገድ ነው ተላኩ ይላል። እስልምና ውስጥ አላግባብ የጠበቀ ከገጠበ ከእስልምና አይደለም። እሱ ከሰው ልጅ ጋር ሚስማማ ዲን ተሰጥቶን እምንጾመውም ሰዓት ካቀማችን ጋር የሚመጣጠን ጾም በሁሉም ህዝቦች ላይ ተደነገገ። ረመዳን ደግሞ ወሰን የለሽ ጸጋ ነው። የረመዳን ትልቅነት ካሳየኝ ሁለት ዘገባ ልንገራችሁ። ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በነበሩበት ወቅት ላይ ሁለት ሰዎች እሳቸው ጋር ይሰልማሉ። ረጁላኒ ሚን በኒ አስለማ አስለማ ከሚባለው ጎሳ አባል ናቸው። አንደኛው ጠንካራ ነው በዒባዳ ሶላቱ ጾሙ ጂሃዱ ሚሳተፍ አንደኛው የኔ ቢጤ ደካማ እንደ ነገሩ ይሰግዳል ሱና ላይ ይሳነፋል ጂሃድ በዞርበት አይዞርም ደካማ ነው ጾም ላይ ተሐጁድ ሶላት ላይ ታዲያ ያነ የመጀመሪያው ወንድሙ ጂሃድ ላይ ወጣና ሸሂድ ሆነ በአላህ መንገድ ተሰዋ ሸሂድ ሆነ በአመቱ ይሄ በዒባዳ ደካማ የሆነው ዘመዱ ተከተለው የጎሳው ባለቤት ታዲያ በአንድ ቀን ላይ ወይ በአንድ ምሽት ላይ ጠልሐቱ ኢብኑ ዑበይድላ ካስሩ ጀነት ከተበሰሩት አንድ የሆነው ሰሃባ ህልማይ ያየው ህልም አስደነገጠው። ወደ ጀነት ሰዎች ሲጠሩ ነው በህልሙ ያየው። ጥሪ ሲደረግ ግን መጀመሪያ ጀነት በክብር እንዲገባ የተደረገው ሁለተኛ የሞተው ያ በዒባዳ ደካማ ይሆን። በጣም ተገረመ ጠልሐ። የመጀመሪያውን ያቀዋል ሸሂዱ ነው ሄደ ዒባዳው የጠነከረ ነው እንዴት ቀድሞ ሊጠራ ቻለ? ይሄን ብጅታ ይዞ ጠልሃ ወደ ሰሃቦች ወጣ ታሪኩን ነገራቸው። እነሱም ግራ ተጋቡ። እገሌ ነበር ምናቀው በጂሃዱ በእጅቲሃዱ በሶላቱ እንዴት ይሄኛው ደካማው ቀድሞ ጀነት ገባ? ይሄ ወሬ ከሰሃባ ወደ ሰሃባ የነጠረ ማንጀሮ ጋር ደረሰ። ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታሪኩን ነገሯቸው። መልእክተኛው በአንድ ቃል ቋጩት አወሚን አይ ሸይን ተዐጀቡ ምኑን ያስገረማቸው አላቸው። አወለም ይዐመር ባዕደሁ ሰና ወአድረከ ረመዳን አላቸው። ከሱ በኋላ አንድ አመት አልቆየም እንዴ ሁለተኛው አላቸው። አዎ አሉ። ረመዳንስ አግንቶ ይላል አላቸው። አዎ አሏቸው። ፈወላህ አሉ በአላህ ይሁንብኝ ለማ በይነሁማ ከማ በይነ ሰማይ ወልአርድ በሁለቱ መሃል ያለው የጀነት ደረጃ ልዩነት በመድርና በሰማይ ካለው በላይ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አወርግጥ ነው በዒባዳ ይበልጣዋል
بتهجدي بالطوال أورقت نو شهيدونون يتسووا ياننيو إهن يوغن رمضان ناقيني رمضانوس قباه مالت درجها مدرسبتين نسائم الرحمات أتاكم رمضان مت الله تشويل على النبي صلى الله عليه وسلم إهن درجة سلم يكونوا قدمتو تشو سدستور عدرسن ميلوت الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رمضان كما انتعتو كولت تربة في دعاء ودع الله نسألو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان الله وي رجب لنا شعبان مبارك لنا رمضان نما قنعين لنا بر أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا خير الورى فصلاة ربي والسلام مع الطرى يا رمضان درجة سيبال تلكم نجر نفسو كمي الزقاة جلتنا يسرع برنامج وشاش من كن سبتنا يبلت ينفس الناس عليه من ناتك كربتنا يمجب في اللاجو تاشين من قتابتنا كصوم بهالا تراوي تراوي تحجد تحجد بهالا قرآن الله قام من التوق أبت ورنو لعلكم تتقون الله لعلكم تجوعون للتراوى العالم لعلكم تعطشون للتتأموى العالم لعلكم تتقون تقوى تدابرو زندك الجلال أما تاوي سنك من زبت ورن بزج للي تستميقين عند مشي تال كعند شي ور بلاي درجة لب بلاح شوها كعند شي كأنا لالكم كعند شي ور بلاي أمي مزن للي تني عكفة ور ودن يأي متى رمضان تلك سقا بسوست قبطو يالتمار ما تشملي ما رأي تشلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عنده منبري يوتو سوستك زي آمين آلو ما عنده عنده ميارة غاية تاوكم ساچو كن آمين إلالو صحابو چو تأيكو أچو يا الله ملك تنيا من دنو آمين يالكو دعا ميارة غنى السمان نمالو جبريل متى سوست دعا درغة سوستن آمين آلكوت آمين كالو توست يما جمراو يانت سمتنستو صلواتي على الردى كالله إذن تراك بلوالين آمين آلكوال ولتنياو ولا جو تشنا قنتو جنة آلقبا كالله رحمة تراك آلين آمين آلكوت ولا جو تلك سقا يتشلانو تلك سقا عندان دو لاجو تشل ليلا يسك أي معكروس كتوتشوال. سوستنيا رمضان ناقنتو فلم يغفر له فعبده الله. رمضان ناقنتو يالتمار الله كزنتو يارك أولين. آمين عليكم. إيس أقامت تولت. يسماي بر تكفتو يجنة بر تكفتو ملعكان يزنبو بزيو رست لمرة يالتزقاج كزنتو يارك أولين. آمين عليكم. عندنا مار يمت أورن رمضان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تملكت يمهرة درجة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له رمضان بالله منه بقديت وامنه واحتسابا عجرون كالله كجلو كسو سايهون يزعم وانجلو تمار عند بل هلتن يودم يمهرة مسفرت لنقراتشو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له رمضان يقومه تراويهن صلاته بالله منه حساب كسسرته يقومه غفر له ولتنيا من مرعياته سستنيا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له يا ليلة القدر مشد إيمان أرجو حساب كالله فلقو يقومات تمار يا تشوتنا كان دو بيعملت كان دون دعملت يا مهرة برني تكفته ولله لالو نبي عليه الصلاة والسلام بي رمضان مشتوس ولله عتقاء من النار بي مشتو الله باروچ مرتو نزع يوتال صلاة ليقوموتن صومو يافطروا يالوتن مرتو الله نزع يوتال ايهك على غني بيتنا متما امستنيا للصائمي لصومنيا دعوة لا ترد الله ما يملسو دعاء له تو أكمل لمن أستاري من دنو اللهم اغفر لي يا مهرة برنو الله كفتو يمتال وانجلهن قطرة ستتهن مزنة وانجلهن يكرتام تتأيك بت تلك ور
يكفتاور وسني الله سجى السنة جنيه مالت كانت ميدر سيلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إن في الجنة جنة استكو لغرفا غرفا عن كنجو بيت اللان كرقة ميتاي يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها كوج وسط ميتاي كوست وج ميتاي እንዴትነው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው በጣም ውብ የሆነ ማራኪ የሆነ ሚያምር ሰገነት አለ ለማን ነው አላችሁ አቡ ማሊክ الاشعاري ሰሃባው ጉግ ማራኪ ቤት ነው የተነገረው ሰገነት ነው የተነገረው ያአላህ መልእክተኛ ይህ ለማን ነው አላችሁ قال لمن اطاب الكلام ንግግሩ ለስላሳ አላረገ አንዳንዱ ጠንከር ያለ ቃል በመናገር የሚከበር ይመስለዋል ስብር ነው ሰው ጋር ስትገናኝ لسلسنا ودقنا لمن أطاب الكلام نققرون على سلسة وأطعم الطعام مقبل لا بلا وأدام الصيام صومنا كتاتلو لصومه رمضاني جرسال ستة من شوالي جمربتا وقام بالليل والناس نيام لليت سوتنجتو السوصولات ليتقن عراتهم رمضان استال سو ما بلات ما سفتر الله ለሊት ተሐጁድ መስገዳል መጥፋት ተናገር ተብለሃል ንግግረ ለሰላሳ ነው ጾም ለይነ በየቀኑ ያከታተልክ የጾምክ ነው ያ ነው ውብ ጀነት ምን ሸለምበት ማአድ ፊት ለፊታችን ላይ አለ ወደ አላህ እንመለስ ምህራቱን ጠይቀው فاستغفروا فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه ود مؤمنان تلقور في تلفتات شن تسيموال إيهي وريمتاو مزقبو تشات شنن كونجل لأسدا لبو تشات شنن بإيمان لمولا عكالو تشات شنن تيرن يالي درق مدوا رمضان ونجلن ياتبال አካልን ጤነኛ ያረጋል ቀልብን በኢማን ይሞላል በቅርቡ አዲስ ጥናት እንዳሳየው አንድ ሳውዲያዊ ዶክተር የጻፈው ጽሑፍ ላይ ይገኝበታል ጃፓን ላይ ለአንድ ምርምር ሄዶ ጃፓን ውስጥ በአለም የሚታወቁ አንድን ፕሮፌሰር ያገኛቸዋል የህክምና ጠቢብ ናቸው ግለሰቡ ጋር ስለ ህክምና ሳይንስ በርካታ ነገሮችን ሲወያዩ ቆዩና ፕሮፌሰሩ አንድ ቃል አሉት እንዴት ነው እንዲጤነኛ ይሆንከው እድሜ እዚህ ደርሶ አላቸው ራሳቸውም የጤንነት ምስጢራቸውን ነገሩት እሳቸውም ምን አሉ አንደኛ በአመት ውስጥ ለ30 ቀን ጾማለሁ አሉት በአመት ውስጥ ለ30 ቀን በየወሩ ደግሞ ለ3 ቀን ጾማለሁ አሉት ለምን ነው የሚጾመው አላቸው ይሄ ሙስሊም ያ ሙስሊም ላልሆኑት ፕሮፌሰር ራሳቸውም ምን አሉ ሰውነታችን አመታት ሲመገብ ይቆይና 365 ቀን ሲበላ አካሉ ላይ የሚቀሩ ቅሬቶች አሉ። አላስፈላጊ ጎጂ ነገሮች አሉ። በስብ መልክ በተለያየ መልክ አካል ላይ ተለጣጥፎ ይቀመጣሉ። በአመት 30 ቀን ስጾምበት እነዛ ተበትነው እንዲጠፉ ያደርጋቸዋል አሉ። በወር 3 ቀን ለምን የሚጾሙ አላችሁ? በወርም ቢሆን ለ30 ቀን ሙሉ ካሰራው ሰውነትህን ለበሽታ ይጋለጣል 3 ቀን ረፍት ሰጠ ጤንነቱን እንዲያገኝ ማድረግ አለበት አሉት ሙስሊሙ ዶክተር በጣም ተገረመ ከቁርአንና ከሐዲስ አውጥቶ ይሄኮ የኛ መልእክተኛ ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያዘዙን የእምነታችን ክፍል ነው አላቸው ሊያምኑ አልቻሉ እርሳቸው ጸጉራቸው ሽበት እስኪወርሰው እድሜያቸው እስኪገፋ ድረስ ተመራምረው የደረሱበት ጥበብ ነው በዛ በርጅና እድሜያቸው እንደወጣት እንዲታዩ ያደረጋቸው ቀመር ነው እንዴት ቶሎ ይቀበሉት አሳየኛሉት ገብተው ሐዲሶችን ቁርአኑን በቀጥታ ነበቡ ዶክተሩ ምን ይላል ሳውዲያዊ ዶክተር ኒ ትልቅ ፕሮፌሰር አሁን እስልምናን ተቀብለዋል ይላል ይሄን አላህ እንጂ ሊያስተምራቸው አይችልም رمضان የጤንነት መጠበቂያ አውሮፓ ውስጥ አሁን ከሚገለገሉበት የህክምና ሳይንስ ውስጥ አንዱ ጾም ሆኗል
The fasting hospital. أمي بقول يزوم هوسبيتالوچ أوروباوس يهكمنا مسار يهونو أقل قلوت لي ولا. رمضان عم مجاجة باتشن أستكاكله. عم تستيك التثنى والنجرتنش من الناس تكاكله بيت. قال لي ظهور سبع ساعات سيرب رهاب سيكولا يتعتب كندون ياسب أخيراتك ماله غفر له تبلوان ليلة القدر الله تننتن مع الله برويسته تننتن سندما تبك يتاوكل قديت هذا الرقب سلاسا كنند الصوم ما افترات جنب الله أسقدده يتبعهل تننتن يستقعك لها سلمنا وقدنا والحمد لله لنعمة الإسلام رمضان إيماناتش من نقول بتبت أكالاو تيناتاتش من تبك بت يونجل مزقبو تشاتشن من ناس أدابت بزو لما قبان شكول لما بلات عن نبزة يهو نقر كمسنا تراوين دي كبدن ملس لليت من دي نقرو إيهو وري الفال الله بك قال قلسو تال أيام معدودات قدر ري نقر رياتشوالو تنش كاناتو چنو يلال أمانون الله ينقسو كارغن رمضان اندي تعلف بلا نزيلي خطبان نانا سوال كان آتو جتولو ينقدال هياجناتشو تتك مدبت النوت أكالن بزول ممقب أسران دور لفتنال عون دقمو لروح بوتان نست لقرآن فكر لتحجد فكر لسؤم فكر يا خادم الجسم كم تشكى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسرانه أقبل على الروح واستكمل فضائلها فإنك بالروح لا بالجسم إنسانه يا خادم الجسم أنت أكالهم بممقب بيزي ونكسو كم تشكى لخدمته نيت نو راسك نيت ألكو راسم بمنكب عقب بيجا بمقاق بابتتعط بيجا بيزي بجيم بيجا بيزي أتطلب الربح فيما فيه خسران كسارة باللبث نقر ترفن تتبك ألاندي أقبل على الروح ودا روح متملسنجي ودا وعنو ماننت سونتكو مبقاقوا جانو علامة روح نج يتفتر نبت هيك أفو نجيب التعلل نجيب سبسا السؤال ليادرس السؤال للشك منه عكالي متى لكن دلبس وسدون دم التولكو نجع كالين تولكو على روحنا ودع الله متكدو إلا من أتى الله بقلب سليم السؤال ما زدادنا تلكو تلكو أقبل على الروح واستكمل فضائله قلبه نازدو ود السؤال تملس فإنك بالروح لا بالجسم إنسان أنتكو سوي تبالكو ولقد كرمنا بني آدم تبالكو بروحنا ونجب أكال هذا اللهم ودك ألبات شن ملس رمضان اللوت نتكم بث لما هرتان نتكم بث إن النتاش اللي ملس نتكم بث للو شن نردا بيكرتان نجنانيو الله سوما شن يكبلن يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غريبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا فأقم الصلاة